موطني موطني موطني. الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد. نستحي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. أسماء أبو غالي حاولت أن تقدم لوحة
خلال هذه الحصة شوف معايا إذن هي رسالة إلى كل المدخنين. إذن في تدخينك فإنك ستنسى الأسرة، تنسى البيت، وسيكون إذن أشبه الموت هو ما يهددك. إذن فلما نحضر هذه الأنثى المتميزة نتفرج في هذا العمل الفيديو الخاص بالمرض العلاجية حالة خاصة.